دورك يا ريس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة محتاج كل زملائي يسمعوني، وكل الزملاء لهم الحرية في تكوين العقيدة في هذا الرأي. وأنا قلت كلاما بالأمس أثناء اجتماع اللجنة التشريعية، وأنا عضو بهذه اللجنة، لكن ربما لم يسمعوا بقية الزملاء. مش ممكن تكون الأوطان بتبنى على التفريط في جزء منها، وبرضه مش ممكن تقوم على غصب حقوق الغير إذا ثبت ذلك، وده شرط وقيت. وزي ما بنقول الأرض عرض، فرد الحقوق إلى أصحابها فرض إذا ثبت ذلك. ولذلك أؤكد أن كل من في القاعة وطنيون، وكل ينطلق من وجهة نظره يرى أنه يخدم وطنه. المؤيد للاتفاقية شايف أن ملناش حق فيها، ودي إعادة للحقوق إلى أصحابها، والتزام الدولة المصرية بمعاهداتها واتفاقاتها والتزاماتها الدولية، فموافق على الاتفاقية. والمعارض للاتفاقية يرى من وجهة نظري أن ده جزء من إقليم الدولة المصرية ولا يجوز التنازل عنه، ويدعي هذا القول بمستندات تؤيد قوله. إذن الكل ينطلق من منطلق وطني، فلازم نسمع بعض كويس جدا، وفي النهاية كل واحد مسؤول عن قراره أمام الله ثم أمام الشعب اللي انتخبه. يا فندم حضرتك، تحقيق المناط ده لفظ يعرفه علماء الأصول وعلماء القانون.